بدل ما كنت تتعبي نفسك بس وتيجي لحد هنا كنت تكلميني في التليفون وانا بعتلك الفلوس اللي انت عايزاها. الحكايه مش حكايه فلوس وبس. مش حكايه فلوس؟ امال حكايه ايه؟ يعني مش عارف يا نديم. الحكايه يا سيدي انك وحشتني. لا 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 بس اسمعي اسمعي بس اسمعي بس يا حنان، انا مش هيقلك، وبعدين ما تنسيش ان هنا مكان شغل. قول لي امتى اقدر اعبر لك عن مشاعري وانت سيبني من اربع حيطان وما بتجيش خالص. هانت هانت يا حبيبتي، قلت لك اول ما الترتيب اللي في دماغي ده الوضع هيتغير. امتى بس؟ انا تعبت والله العظيم تعبت. ما تتصورش انا الوحده بقت بتقتلني ازاي. ما تخيلش احساسي وانا رايحه لوحدي للدكتور وشايفه كل واحده معاها جوزها وكان اللي في بطني ده ملوش اب، كانه ابن حرام. حنان الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده بطلي تخريف. اللي في بطنك ده ابني، فاهمه؟ عمري ما هتخلى عنه ولا عنك. بجد يا نديم؟ طبعا طبعا يا حبيبتي بجد. ازيك يا صفاء؟ اهلا اهلا. نديم بيه جوه ولا عنده حد؟ لحظه واحده اشوف. بسرعة. ايوه بتقولي مين؟ يا دي المصيبة، اوعى تكوني قلت لها ان في حد عندي. طب اسمعي حاولي تعطلي، هقول لها انا معايا مكالمة من بره على بال ما اتصرف انا. ها يلا يلا حنان بسرعة. يلا فين؟ في ايه يا نديم؟ نعمة بره واحنا هنبقى نكمل كلامنا بعدين. إيه يلا دلوقتي بس. انت حسيت ان انا عشيتك مش مراتك يا اخي؟ انا الاولانية. مش وقته بقى الكلام ده يا حنان. يلا يلا. يا ماما ما ينفعش كده. يا ماما ما ينفعش. انا زعلانة منك. يا اهلا يا اهلا. روحي انت يا صفاء. اهلا اهلا يا حبيبي. وانا اقول الشركة نورت ليه؟ يا سلام، هي دي مقابلة تقابلني بيها؟ مقابلة؟ اقعد يا حبيبي. مالها؟ مالها المقابلة؟ في ايه؟ الزفتة السكرتيرة بتاعتك مش عايزة تدخلني وقال ايه معاك مكالمة من بره. مش معقول مش معقول، مجنناني عاملالي مشاكل جامدة جدا غبية. حقك عليا يا حبيبتي، معلش لسه جديدة ومش فاهمة حاجة. طب قولي انت كنت بتكلم مين؟ ده واد انت غيران عليا ولا ايه؟ وما غيرش ليه؟ مش ست؟ ست؟ الا ست تسأليني انا؟ ده انتي ست الستات. شوفي يا حبيبتي دي كانت مكالمة شغل. ما هو احنا لازم بقى نشغل المكتب ولا هنقعد عطلانين كده ولا ايه؟ ها؟ يا خرابي يا نعمه، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ انتي ده انتي مش معقوله بجد. الله ده ورد جميل جدا. ميرسي ميرسي قوي يا حبيبتي. مع انك ما تستاهلش. ليه بس كده؟ بص بقى يا نادي، انت جوزي وحبيبي وكل حاجه في البيت، انما احنا هنا شركة. يعني انا احط رجلي وادبها في الاوضه اللي انا عايزاها ومحدش يقول لي انت بتعملي ايه. طبعا دب دب يا حبيبتي، وحد قال حاجه؟ يبقى تنبه على البنت اللي بره دي تلم روحها معايا بدل ما هوريها وش زباله. لا لا، وعلى ايه الوش ده؟ ما انا قلت لك يا حبيبتي حقك عليا. وادي راسك اهي، ووعد وعد مني مش هتتكرر تاني ابدا. وعودك كترت يا نديم. اه هي كترت شويه بس كلها بتتنفذ. انا مبسوطه قوي يا حبيبي ان انت جيت معايا النهارده. اه يا حبيبتي بس ما تاخديش على كده، انا عندي شغل. يعني شغلك اهم مني ومن ابنك اللي في بطني؟ ابني؟ انت عرفتي ازاي انه ولد؟ مش انت بتقولي ما بيبانش دلوقتي؟ بصراحه يا نديم انا نفسي في ولد ويطلع شبهك. عموما يا حبيبتي كل اللي يجيبه ربنا كويس. يعني مش هتزعل لو جت بنت؟ شوفي هي لو جت شبهك هطير من الفرح. بجد يا حبيبي؟ طبعا يا حنان، ده انت حبيبتي ومراتي وام ابني. يا ريت يا حنان تعرفي انا بحبك قد ايه. طمنتني، ربنا يطمن قلبك. اه يا بنت المجنونه، ما هو اصل الواحد لازم يسيسك وياخدك على قد حالك لتخريب الدنيا. قدرني يا رب قدرني. باي باي بقى يا حنان. ها؟ ايه؟ انت مش هتخش؟ ما انت عارف. انا ما اعرفش غير حاجة واحدة، ان انا مراتك زيها بالظبط وليا حق عليك. ادخل والنبي يا نديم شوية، انت وحشني قوي. حنان مش عايز مشاكل. ساعة واحدة وامشي على طول. وهي الساعة دي هتعمل ايه بس؟ لو ملهاش أهمية عندك فهي عندي مهمة قوي. افهم الأول قبل ما ادخل. انت بتشترط عشان تخش بيتك. حنان الوقت اتأخر،
ونعمة زمانها قلقانة عليا. أنا معرفش أنت بتخاف منها كده ليه؟ أنا ما بخافش من حد يا ستي، أنا مش عايز مشاكل. وهي المشاكل هتيجي من ساعة واحدة هتقعدها معايا؟ أعرف الأول، عايزة مني إيه بالظبط؟ عايزة أخدك في حضني زي زمان. هو أنا مش مراتك ولا إيه؟ طبعًا يا حبيبتي، طبعًا مراتي. طيب ممكن نخليها وقت تاني؟ وقت تاني؟ أصل أنا النهاردة تعبان قوي وواقف على رجلي من أول النهار. براحتك يا نديم، لو مش عايز تشوف وشي خالص انت حر. الله، جرى ايه بس يا حنان؟ كل ده علشان بقولك تعبان شويه؟ هو انا يعني هشغلك فعل؟ ده انا ههننك وادلعك واخدك في حضني زي زمان. طيب افرضي، يعني افرضي من كتر تعبي نمت في ايديكي. وايه يعني؟ ما تنام يا اخي، هو انت في حته غريبه؟ ده انت في بيتك. بس نعمه ما تعرفش ان انا ليا بيت تاني؟ يقطع نعمه وسنين نعمه، يا رب خدها بقى. الله، ليه كده بس؟ خايف عليها قوي. هي مش مراتي زيك بالظبط. خلاص يا اخويا، روح اتلفح بيها، ما انت بقيت مجنون نعمه. ليه الغلط ده يا حنان؟ هو اللي يقول الحق يبقى غلطان. الحق؟ عايز الحق؟ انا هقول لك بقى ايه هو الحق. الحق انك وحشتيني، وحشتيني قوي، وعشان خاطرك هدخل الساعه دي، بس هظبط المنبه، ها، علشان الحق اروح وما تحصلش مشاكل. انت حر. ساعة، هي ساعة. نديم متأخر قوي يا ماما. يا بنتي اهدي شوية. بطلبه من الصبح، موبايله مقفول، والشركة طلبته فيها بيقولوا لي انه مشي من بدري، يبقى راح فين؟ الغايب حجته معايا، يمكن اتأخر في شغل. كان يكلمني يطمني. وبعدين شغل ايه اللي هيقعد لوش الصبح؟ ما تخافيش يا نعمه، نديم مش عيل صغير، نديم راجل كبير. هو ده اللي مخوفني، انه مش صغير. يا نهار اسود، انا راحت عليا نومه ولا ايه؟ شكلك بيبي وانت نام يا روحي. بيبي ايه بس وزبت ايه؟ انا كنت ظابط الموبايل وما ضربش المنبه. لا ما ضربش وما سمعتوش. يا نهار اسود، موبايل مقفول. انا ما جيتش جنبه، انا حتى رحت في النوم معاك، يمكن البطاريه وقعت. بطاريه ايه اللي وقعت؟ مشحون على الاخر اهو. يا نهار ابيض، نعمه كلمتني اكتر من 20 مره. احسن خليها تكلمك وتقلع عليك، اشمعنى انا بقعد ادور عليك؟ منك لله، منك لله يا شيخ، منك لله. احسن، هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ ما كنت اطلقك منها يا نديم، ما بقاش انا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، الله يسلمك يا حبيبتي، وحشتيني، وحشتيني قوي. لو كنت وحشتك كنت فكرت تكلمني بالتليفون تطمني عليك. معلش يا حبيبتي، حقك عليا، اصل انا كنت سهران مع مختار والموبايل شحنه فضي، قفل مني. ومفيش كشك تكلمني تطمني عليك؟ كشك؟ عايزاني اكلمك من كشك وش الفجر. وانت بتعمل ايه مع مختار وش الفجر؟ شغل. انت بتشتغلني؟ شغل ايه للوش الصبح؟ حبيبتي لو مش مصدقاني كلميه. هكلمه، انت بتخوفني، هطلبه. الو، اهلا وسهلا يا استاذ مختار، ازاي حضرتك؟ كنت بتعمل ايه انت ونديم لوش الصبح؟ شغل؟ شغل ايه ده يا استاذ مختار؟ الصين جامده، الصين. ماشي يا مختار، سلام. شفتي بقى يا حبيبتي انك ظلمانه؟ مش عارفه ليه يا نديم كده حاسه انك بتكذب عليا. لانك ظنانه يا نعمه، ظنانه، بتشكي حتى في نفسك. يمكن، ما انا اصل اللي شفته من صنف الرجاله مش شويه، مصيبه تطلع زيهم. يا حبيبتي انا قلت لك قبل كده، صوابعك اللي عايزه تتاكل دي مش زي بعضها. ممكن ادخل؟ صباح الفل. اهلا اهلا يا بيبي، اهلا. شريكي العزيز اللي بيعط من ورايا وما يقوليش الا لما يطب في المصياده.
اسكت يا مختار يا اخويا، ما تفكرنيش. انت عارف لولا ان انا كلمتك قبل ما اقابلها كانت بقت مشكله. طبعا. طب اما انت ناوي تلعب بديلك، اتجوزت البومه دي ليه من اصله؟ لا لا، بديلي ايه، دي مصالح، ما انت عارف مصالح. طب نصيحه مني انا، خد مني اكتب عرفي، بلاش الحرام، اوعى تعمل حاجه حرام، خد مني. ممكن افهم ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا عايز مصلحتك عشان ربنا يبارك لك. يا عم انت فاهم الموضوع غلط. المهم يا عم، احنا ايه بقى؟ عايزين نلعب القرد ولا احنا فاتحين الشركة دي علشان نتسامر فيها انا وانت؟ عيب يا مخ. شوف، انا جايب لك معايا صفقة. ايوه، في الجون. ده الكلام بقى اللي احب اسمعه، بس اهم حاجة تكون سلعة مفيدة. شغل الشمال ده انا بطلته، كانت مرة كده وراحت لحالها، وربنا يسامحنا يا رب. هو في حد دلوقتي يا مخ جاب سيرة الشمال؟ طب لعلمك بقى، الصفقة دي يمين، ويمين قوي كمان. لا ما بلاش قوي برضه، لا يفتكرونا تبع الجماعه اياهم ويقبضوا علينا، احنا مش هنضحك. اسمع يا سيدي، قول لي، احنا هنستورد فوانيس رمضان. فوانيس رمضان وسجاجيد صاله وسبح من الصين، وكل سنه وانت طيب، رمضان قرب، ايه رايك؟ صفقه مهمه.